السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف التلاتة مع بعض. أمر فور بنستخدمه لو يكون عندي فيه حاجات كتيرة مكررة، فبنعملها بحيث تتكتب مرة واحدة. أقول مثلا كرر الحاجة دي من 10 مرات 20 مرة وحاجات. فأنا هاجي هنا أقول له أنا عايز بايثون سكريبت، وهبدأ أعرف هنا مجموعة من الأرقام. فأقول له ليست 1 بتساوي رينج، ممكن اقول له من 1 لـ5 او 5. 5 معناها هيعد من 0 لحد 4، لان هو بيعتبر 0 ده اول رقم. طيب بعد كده هقول له اوتبوت المخرجات بالشكل دوت، يعني بقول له اعمل لي سلسلة فاضية احط فيها المتغير. اقول له بعد كده فور فاريبل ان ليست 1، وبعد كده نقطتين كده انا بقول له اي رقم موجود في ليست 1 ابدا اعد في السلسله، يعني هيبدا يعد من 0 1 2 3 4. تمام. هقول له كل مره اعمل لي ارسم لي بوينت، البوينت دي هتساوي بوينت دوت باي كوردينيتس. هبدا اديله متغيرات. طيب المفروض ان انا اقول له مثلا ايه 0 بوينت 0.0، يبقى هو كده هيعملها لي 5 مرات نفس النقطة في نفس المكان. فعشان ما يحصلش الموضوع دوت هقول له فاريبل يعني الاكس اخليها من 0 لـ5 والباقي 0 0. طيب بعد كده هقول له الاوتبوت بتاعتي هتساوي الاوتبوت دوت بنت دي هتساوي بوينت. طيب وبعد كده الاوتبوت بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى اوت بوت. تعال نعمل ران، هتلاقي هم الخمس نقط هم. تمام. لو خلينا الفاريبل ديت فاريبل قلت له ران هتلاقيهم بالشكل دوت. عمل ايه؟ الزيرو زيرو بتاعها ثابت، يعني كل نقطة الزيرو زيرو بتاعها ثابت، بس الفاريبل بيختلف. خليني أقول له هنا متغيرات ليست 1 دوت، يبقى كده المخرجات هيطلع ليست 1 وبعد كده هيطلع الأوتبوت. طيب أقول له ران وأجي هنا في الليست، ألاقي الليست بتاعتي موجود مقسومة نصين، ليست بيبقى فيها من الزيرو لحد 4 5 مرات، وبعد كده الليست بياخد كل رقم منهم ويبدأ يحطه في الزد، زد 1 2 3 4.